бо та машина пошкоджена. في هذه الحالات ستتم ايضا دراسه هذا الصاروخ كما يجري مع عدد نشاهد الان كيف تقوم القوات بازاله حطام هذا الصاروخ الذي سقط هنا في العاصمه الاوكرانيه كييف خلال يومين. عدد من الطلبات نعم صحيح حتى الان بالتصوير هناك نظرا لعدم معرفتنا كانت هذه المنطقه حساسه ام لا. وانا نميستيك بيبقوا نبسبشليك كومبوننتي ومي زبرايم بلوشايم لا بدال شو تسليش الوسائل والاساليب التي ايضا هي اساليب ووسائل ده можна буде тільки сказати. А це ж не типово великий осколок, чи ми чи ні? Різні бувають, як бувають, по-різному як зіб'ється, так що так не можна зараз вам сказати. Після дослідження тільки тоді. Я